مرحبا بكم احبائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم مكتوب. وما اروع المكتوب وما اروع ان فعلا نكون عندنا الكلمة النبوية وهي اثبت يا بخت الشخص والأسرة والكنيسة والعيلة وحتى لو أقول الدولة اللي تبني إيمانها على المكتوب. آه، النهارده عندي آية جميلة جدا في انجيل بحسب البشير يوحنا واصحاح ثلاثه وعدد 14 خلينا نقرا مع بعض هذه الايه العجيبه اللي قالها الرب يسوع المسيح لنيكاديموس وكما رفع موسى الحيه في البريه هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه. قصدت اختار الحلقه دي في برنامج مكتوب لانه ليلى ما كان مكتوب في العهد القديم وفي سفر العدد واصح 21 قصه الحيه النحاسيه وليلة ما المسيح قال انه ده مكتوب ما كانش في انسان على وش الارض واعظ قسيس خادم يقدر يقول ان التعبان اللي اترفع بيحكي عن المسيح يعني لو انا أو أنت عايزين نختار تشبيه للمسيح هنختار تعبان ومن نحاس وفي الصحراء ومرفوع على راية على خشبة ولا هختار حمامة من ذهب أو من مجوهرات أو من أحجار كريمة وأحطها في أفضل مكان طبعاً هختار حمامة مش هختار حية وهختارها ذهب مش هختارها نحاس وأحطها في أفضل متحف في العالم ومش هحطها في صحراء وارفعها على رايه كلنا عارفين مكتوب يعني مهم جدا في هذا البرنامج اللي فكرته ابني ايمانك على المكتوب مره تاني بقول ليه لما المسيح بنفسه قال ان التعبان الحيه النحاسيه اللي رفعها موسى في الصحراء قديما ترمز اليه مره تاني اذكرك الايه كما رفع موسى الحيه في البريه هكذا ينبغي ان يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية قديما الشعب تزمر في سفر العدد صح 21 على موسى وقالوا على المن اللي ربنا اداه لهم طعام سخيف وربنا أرسل الحياة المحرقة محرقة يعني لونها أحمر وكمان اللي, اللي, اللي بتلدغه كل جسمه بيبقى مولع نار وبيموت طبعا معروف التعبان الأحمر هو رمز لإبليس مكتوب كده صراحة إبليس الحية القديمة أو مذكور عنه التنين الأحمر هذه الحيات المحرقة اللي لدغت الشعب مات ناس كثيرة سرق الشعب لموسى موسى صلى الله ما شالش الله الحيات المحرقة هذا هو المكتوب ولكن قال لموسى اصنع حية من نحاس وارفعها على راية مرت على القصة دي آلاف السنين وجه الرب يسوع المسيح قال ان الحيه اللي اترفعت كما رفع موسى الحيه في البريه هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه. وانا عايز اقول لك في قصه مكتوب النهارده شوف العظمه لان الرب يسوع نفسه قال ان هذه الحيه ترمز اليه. اولا هي حيه مش حمامه كما ذكرت. طب وليه حيه اقول بكل وقار انها صوره لربنا يسوع المسيح وهو مرفوع على الصليب كما رفع موسى الحيه في البريه هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان سؤال هل الرب يسوع المسيح مات على الارض ولا مات في السماء طبعا لا هو مات على الارض ولا مات على السماء لكن ثلاث مرات ذكر عنه في العهد الجديد ورفع من ضمنهم هذه الآية الشهيرة يوحنا 3 14 كما رفع موسى الحية في البرية فهي حية لماذا الحية؟ لأن الحية هي أول كائن لعن في سفر التكوين أصح ثلاثة لما قال لها الله ملعونة أنت أول كائن لعن هتقولي طب إيه المعنى؟ المعنى أقول بكل وقار حتى لو الأمر يعني ما يعجبكش بس ده المكتوب مكتوب كده في رسالة غلاطية وصح ثلاثة المسيح افتدانا من لعنة الناموس لأنه مكتوب ملعون مكتوب ملعون كل من علق على خشبة صار المسيح لعنة لأجلنا أقول بكل وقار المسيح لم يحتمل اللعنة فقط على الصليب طبعا أنا عارف مشاهد يقول إزاي وإنت بتقدر المسيح وبتقول إنه نبي ربنا او انتوا بتقولوا عنه ان هو الله اللي ظهر في الجسد ازاي بتقول عنه بكل الكلام ده انه حمل اللعنه ما هو حمل اللعنه علشان يباركنا وده اللي موجود ومكتوب برنامجنا كله مكتوب في مثل يقول لك بين البايع والشاري كلمه يفتح الله انا في كل حلقه من الحلقات هقول لك بين ال... البايع والشاري كلمة يفتح الله وبين الواعظ والموعوث كلمة الله يعني بيني ما بينك المكتوب فأول حاجة إنها حية مش حمامة تاني حاجة إنها من نحاس والنحاس مذبح النحاس وسلاسل النحاس النحاس يرمز دائما إلى الدينونة فالمسيح على الصليب حمل كل العذابات احتمل ثلاث أنواع من الآلام آلام جسدية وآلام نفسية ولكن هناك آلام كفارية حينما جعل الله يسوع المسيح الذي لم يعرف خطية جعله خطية لأجلنا هذا مكتوب أيضا في كرونس الثانية وأصح خمسة وعدد واحد وعشرين يبقى هي حية صورة المسيح حمل اللعنة هي من نحاس صورة المسيح حمل الدينونة ثم هي على راية صورة المسيح اللي اترفع على الصليب لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشب أخيرا أقول كانت هذه الحية النحاسية تشفي بالنظر كل من نظر إليها يحيا في سفر العدد صح 21 شال المسيح كلمة نظر إليها وحط مكانها يؤمن به أي إذ آمنت بقلبك واعترفت بفمك أن الله أقام من الأموات خلصت ده كلام مكتوب مكتوب فين مكتوب في رسالة بولس الرسول إلى المؤمنين في روميا وصع عشرة وعدد تسعة وعشرة مكتوب إيه مكتوب أن إن اعترفت بفهمك بالرب يسوع وأمنت بقلبك إن الله أقامهم الأموات خلص إذن إن آمنت الآن بالمسيح وسلمت حياتك حسب المكتوب تنجو من اللعنة تتمتع بكل البركة تنجو من ثم الحية القديمة من الخطية وتضمن الحياة مع المسيح صل معايا يا رب أنا مش يعني بعقلي مش قادر أصدق أنك بقيت كأنك تعبان حملت اللعنة بدالي على الصليب وليه لما أنت قلت أنا ما صدقش أنك كأنك بقيت زي تعبان حملت اللعنة واتلعنت علشان أتبارك أنا ليه؟ لأنك بتحبني وسلمك حياتي متعني بهذه البركات إلى حلقة قادمة من برنامجك مكتوب